تمام، انا معايا تقرير تاني نطلع نشوفه ونرجع تاني. البيت اللي انا عايش فيه والعيشه اللي انا عايشها كلها، واوريكم دلوقتي انا قمت وقعدت ازاي قدام عينكم. اقدر اقوم على الحيطه يا اما واحده بيني لولا ما بقدر اقوم، وانا طالب من اهل الفرن النظف ما يساعدني. ان شاء الله يكون رمضان بخير عليكم، ربنا يرحمكم في الله يكون في عيالكم ويتقبلوا معي ويساعدوني. وانا حاليا دلوقتي اصور لكم العيش اللي احنا عايشينه والبيت اللي انا قاعد فيه. هذا البيت اللي احنا عايشين فيه، هذه الحاله بتاعتنا اهي. البيت اللي احنا عايشين فيه ادي عيشتنا اهي، الطبيعة مصورها لكم، وادي هدومنا اهي. حاجتنا اهي شوف مرمية ازاي، رجعنا يعني من اهل الخير انهم يوقفوا معنا ويساعدون. ادي هدومنا اهي مرمية ازاي، ادي الهدوم بتاعتنا اهي، وادي المطرح اللي احنا قاعدين فيه. وإن شاء الله أتمنى من أهل الخير إنهم يوقفوا معنا ويساعدوني. حتى لو تقطق الواحد أكل من عليه لقمة عيش. ده المطرح اللي إحنا بننام فيه. أدي فرشتنا إيه، وأدي نومتنا على الأرض. مفيش أي حاجة ننام عليها غير على كده. وانا اتمنى من اهل الخير انهم يوقفوا معانا ويساعدونا. انا راجل كان معايا توك توك شغل عليه، بس التوك توك اتباع مش لاقي حاجه اصرف منها. وان شاء الله ربنا يبارك لكم في اولادكم ويجازيكم على فعل الخير. الصورة أبلغ من الكلام صراحة، الواحد ما عندوش كلام يقوله، يعني الصورة قالت كل حاجة. أنا مش عارفة أصحاب المرتبات اللي بملايين بنسمع عنها من ممثلين والمشاهير، يعني هما فين؟ أنا بسأل صراحة هما فين؟ البرامج التافهة اللي احنا يعني ذنبنا لازم يقرفونا بيها كل شوية، وبندي فلوس ليها للناس اللي طالعة معرفش وبيتكلموا عن قصص حياتهم المهمة. أنا مش عارفة هما في إيه صراحة، يعني لا حروب أنجزوها ولا هما علماء، ولكن لازم احنا نقعد نسمعها ونتفرج عليها وهم يكسبوا ملايين واحنا نكح تراب زي ما احنا شايفين كده. فأنا يعني بدعو أصحاب الضمير ان هم يعني يراعوا الحاله دي. الحاله دي من اعداد المراسل حسين ابو المجد من محافظه قنا، وده مراسل برنامج صناع المعروف من محافظه قنا. الحاله من محافظه قنا مركز ابو طشت قريه البحر سمهود. زي ما احنا شايفين ان هو متجوز وعنده اولاد وزوجه وعنده ضمور في العضلات، مش هو مش بيقدر يقوم على فكره، وعامل باليوميه يعني ممكن مره يكسب ومره ومرات كتير لا. بدعو كل محافظة أهالي محافظة قنا إن هم يعني يتوجهوا للحالة ويشوفوا احتياجاته، وأتمنى إن حد يتواصل معانا والتليفونات موجودة، وأتمنى إن احنا صوتنا يوصل يعني لأصحاب الضمائر. تعقيب حضرتك أيضا. نفس التعقيب اللي فات، الذين يبحثون عن ليلة القدر هي أمامهم ليلة القدر.